الكبيرة. يا إلهي على هذا الحضور الجماهيري الكبير، يا إلهي على هذه الأجواء، على هذه المباراة، كل شيء يدعونا لمشاهدة ممتعة بطبيعة الحال. نهائي يجعل الكل يترقب في وجود هذا الكم من النجوم وحافز تحقيق اللقب، لا يوجد ما هو أكبر من هذا الحافز. بالتأكيد كل لاعب مطالب اليوم بأن يكون بتركيز عالي. كلا فرصة للتسديد، جول لمصلحة العراق، كرة في الشباك من نجم الشباك، هدف أول في هذا النهائي. إنها رائع الكرة، أي دقة، أي ضربة صعبة صعبة. تسديدة، تسديدة من أول لمسة، روعة روعة روعة، الكرة في المرمى. يمتعون، يتألقون، يسجلون، يضربون بقوة من البداية وتقدم بهدفين. المدرب يعرف أنه مع الضغط يكون هنالك أخطاء، مع الأخطاء يكون هناك مساحات، مع المساحات هناك فرص، مع الفرص هناك أهداف. العراق يتقدم بهدفين الآن، يمكن أن نقول أنها أصبحت مواجهة تقريبا سهلة. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين، بالتأكيد أنهم سيحاولون فرض المزيد من السيطرة، من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. لمسة على اليسار، ويسدد مرة أخرى، حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم، لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحرك، يسدد الكرة. لحسن حظه لم ينجح المهاجم في استغلال الفرصة. لمسة بينية، بينية رائعة. يحاول أن يسدد الكرة من هنا، ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. شجاع خليل زادة، والتسديد أخطأ لكنها مرت بسلام. يبحث عن المهاجم، إمكانية تسديد الآن، يلعبها ببراعة. يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى. الأمور تبدو سهلة في الملعب، لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. يا إلهي، هاتريك جميل، هذا الهاتريك اللي يؤكد لك قيمته، نجوميته هذا الموهوب. مباراة للتاريخ هنا صراحة، مباراة للتاريخ، هذه مباراة لن ينساها، يتلاعب الجميع في الميدان. هذا الحريف، تستمر المباراة والنتيجة أمامنا، 3 أهداف مقابل لا شيء. تنطلق صافرة النهاية ونهاية الشوط الأول، 45 دقيقة مرت من النهائي، وسنتابع الفريقين معا. الكرة ملعوبة من مسافة، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ.
يلعب كرة على اليسار، مرت الكرة بشكل جميل. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، اختبار صعب جدا على الحارس. لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة، أدركوا صعوبة القيام بذلك. تسديدة في اتجاه المرمى، لا خرجت تسديدة مرتفعة. فرصة كانت سانحة واتخذ قراره بالتسديد، لكن في النهاية غابت الدقة وراحت الكرة عالية جدا وبعيدة عن الشباك. العراق متقدم بفارق 3 أهداف بالراحة ويلعب بدون ضغط. كرة تعود للوسط، أمام فرصة للتسجيل. شوف الروعة في التمرير، لعبة جميلة، تسديدة أجمل. يشتت الكرة بعيدا، أنقذ مرماه وحارس المرمى أيضا في هذه الكرة. بلوك ممتاز، دفاع قوي. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. العراق لديه جودة كبيرة في التمرير. فرصة للتسديد، تسديدة قوية لكن تفتقد إلى دقة. تسديدة من مسافة بعيدة، الكرة اعتلت العارضة. أوقف الهجوم مبكرا قبل أن يشكل أي خطورة. يلعبها لمنطقة الخطر، تسديدة والكرة تعانق الشباك. يلعبون مباراة غير عادية في هذا اليوم. ما هذا الأداء، ما هذه الكرة، ما هذه المتعة يا عيني على هذه الكرة الجميلة اللي نستمتع فيها. هدف آخر يؤكد على قوتهم هذا اليوم. لا يصوب كرة، إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. تسديدة من أول لمسة، شباك نظيفة، براعة حارس مرمى، تألق حارس مرمى. قرر أن يجرب حظه على المرمى في هذه التسديدة لكنه لم يكن موفقا بالتأكيد. راحت الكرة عالية وبعيدة عن المرمى. هجمة مرتدة الآن، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. وانتهى، انتهى، انتهى المشوار. وها هي اللحظة المنتظرة، التتويج، الأبطال في يوم كبير، الحصول على مجد جديد والفوز بهذه الكأس الغالية. الأبطال يحققون الكأس اليوم، هذه بطولتهم بعد أن قدموا كرتهم ومتعتهم. هيا لنحتفل معهم.